أنا مستسلم، أنا مستسلم، الآن ستقبضان علي، أنا مستسلم، هيا هيا اقبضا علي. اهرب 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 يا سهيل اهرب، إنها خدعة. لا أستطيع الهرب، رجلاي تخونني. إنه يخدعنا، إنه يخدعنا. أنا لا أخدعكما، أنا خائف فعلا منكما. لا لا لا، أنت لا تخاف منا، أنا سيدا أنك أنت خاطف القمر، وأنك أنت الذي ربطنا بالحبال. ولكنكما الآن قبضتما علي بشجاعتكما وبطولتكما، لقد برهنتما لي على أنكم أقوى مني بألف مرة. أنا مسكين، حرام عليك يا سهيل، حرام عليك يا سهيل، هيا اقبضا علي وعاملان معاملة الأسير وسلمان لأمير البر. اتركني اتركني اترك ملابسي. أرجوك يا سيد قرصان، أرجوك يا سيد. أنا مستسلم، قلت أنا مستسلم. تسمع يا سحويل ما أسمعه أنا؟ أسمع أسمع، ولكن لا أصدق ما أسمع، لا أصدق. أرجوكما، هيا هيا اقبضا علي وعاملاني معاملة حسنة وسلماني لأمير البر. نسلمه لأمير البر؟ كأنه قد قرع ما بنفسينا وعرف أننا جئنا لكي نقبض عليه ونسلمه لأمير البر. ولم لا؟ ماذا قلت يا سهيل؟ أقول لما لا نسلمه لأمير البر؟ الرجل يستسلم، أليس كذلك يا قرصان؟ نعم نعم، وأنا الآن أسيركما. هل سمعت يا سحوي؟ إنه أسيرنا. تقصد أنك لن تقاومنا؟ وهل أقوى على مقاومة بطلين صنديدين باطشين فاتكين قاهرين غشمشمين غضنفرين حارثين ماردين؟ هل سمعت يا سحويل؟ القرصان يقصد أنني أنا فارس صنديد بطل باطش فاتك، وأنت قاهر ضافر أنوف شرس غضنفر، وأنا أبو الحارث، أليس كذلك يا قرصان؟ بالضبط يا سيدي سهيل. إنه يقول لي يا سيدي. وأنا وأنت يا سيدي سهيل. عجيب، إنه يقول لي يا سيدي أيضا. وأنا أسيركما. تقصد لو قلنا لك السر أمامنا إلى بلاد البر تسير أمامنا؟ طائعا. ولن تخدعنا أو تغدر بنا؟ أعوذ بالله، يا له من صيد ثمين. اسمع يا قرصان، ما دمت مصرا على الاستسلام فهيا أمامنا لنسلمك إلى أمير البر. يا ساتر يا رب. أمرك يا سيدي. عجيب، هيا أيها المدعو قرصان أعطني السيف. أمرك يا سيدي. سر أمامنا. أمرا وطاعة. من هنا. يا لطيف، يا لها من قصة مثيرة. وبعد أكمل يا ابنتي. أساس البلاء هو شيطون، هو السبب في شقائي، هو الذي طغى قرصان وأغراه بالذهب لخطفي كي يثير الفتنة بينكما. هذا صحيح، أعوذ بالله من هذا الشيطون ومن أعماله الشريرة. يوم يعمى قلب الإنسان عن عمل الخير وينسى القيم والمبادئ يصبح أداة في يد الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قومي يا ابنتي، قومي واستريحي في حجرتك، لا بد أنك تعبة جدا. لقد كانت قصة طويلة تلك التي رويتها لنا يا قمر. قومي يا ابنتي واستريحي. أستودعكم الله. في أمان الله. قبل أن أتجه إلى حجرتي أريد أن أطل من شرفتنا على الأشجار الجميلة التي افتقدتها طوال هذه المدة. كما تشائين يا ابنتي. الحمد لله، الحمد لله الذي أعادها إلينا سالمة. الآن جاء وقت الأفراح والليالي الملاح يا أخي. صدقت
صدقت يا أخي. ولا تتحرك. أعوذ بالله، وهل سلمت نفسي لكما كي أهرب؟ لا لا، أنا واقف هنا لن أتزحزح. هذه هي الكلمة. ما هي؟ تتزحزح. إياك، إياك أن تتزحزح من هنا. لا لا لا، لن أتزحزح من هنا. أتعرف يا قرصان لماذا أوقفناك هنا؟ لماذا؟ لأننا نريد مفاجأة أمير البر وأمير البحر بقبضنا عليك. كما تريدان. هيا يا سهيل، هيا. قرصان، خذ أحرس نفسك بنفسك، وإياك أن تتزحزح. لا 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 لا، أبدا لن أتزحزح. حسنا. السلام عليكم. إن أمير البحر يشعر بالنعاس وأظنه قد نام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما الذي أتى بكما بعد أن طردتكما من الخدمة؟ لقد قبضنا على القرصان. أنتما قبضتما على القرصان؟ نعم. صدقنا يا سيدي، لقد قبضنا علي. هيا يا سيدي، عينا أميرين للشرطة. أميرين للشرطة؟ لماذا؟ نقول لك يا سيدي، لقد قبضنا على القرصان. ألم تقل يا سيدي إن من يقبض على القرصان وعينه أميرا لشرطة البر والبحر؟ نعم لقد قلت. انتهى الأمر إذن. أنا أمير شرطة البر وسحوي أمير شرطة البحر. هكذا إذن؟ نعم. وأنتما قررتما ذلك؟ نعم. أيها المغفلان، القرصان يقبض على عشرات من أمثالكما، إذ لا أحد في بلاد البر والبحر استطاع التغلب عليه. أنتما سهيل وسحوين اللذان ينامان الليل والنهار يقبضان على القرصان، هذه أعجوبة من عجائب الدنيا. ألا تصدقنا يا سيدي؟ لا لا أصدقكما. أدخل القرصان يا سهيل. القرصان؟ القرصان هنا؟ نعم أدخله يا سهيل، أدخله. أدخل يا قرصان. أنت؟ إنه حقا القرصان. أخي يا أخي يا أمير البحر، ماذا؟ انظر من هنا، إنه القرصان. من الذي أتى به إلى هنا؟ أنا. نحن. استحيل. انتظرا خارج الباب. أمرك سيدي. تفضل يا قرصان. أنت القرصان؟ نعم يا سيدي. وهل حقا قبضا عليك سهيل وسحويل؟ نعم يا أمير البر، فهما بلا شك شجاعان. إنني لا أصدقك ولا أصدقهما. أبلغني كيف قبضا عليك. كنت أسير في الخلاء بين الأشجار فهجما علي وقبضا. ولم تهرب؟ لا يا سيدي. ولم تقاول؟ لا يا سيدي. لكن هذه ليست عادتك. اسمع يا قرصان. نعم يا سيدي. تعال واجلس هنا. أنا يا سيدي؟ نعم تعال اجلس.
العفو يا سيدي. أصبح مؤدبا. اسمع كلام أمير البر واجلس. أمركما. إلى أرض الوطن وإلى أشجار الوطن وطيوره وبلابله وأنهاره. إنني سعيدة. أنا أمير شرطة البر وأنت أمير شرطة البحر. لا لا، أنا أمير شرطة البر وأنت أمير شرطة البحر. لا لن أقبل. ولا أنا أقبل. سهي سهوي، انتظري أيتها الفتاة. قلت لك أنا أمير شرطة البر وأنت أمير شرطة البحر. يا عيني يا ليلي، كيف حالكما؟ بخير. قلت لك لن أقبل. وأنا لن أقبل. ألم تعرفاني؟ من أنت؟ إننا لا نعرفك. أنا قمر. قمر؟ مستحيل. لا يمكن. ولماذا لا يمكن؟ لأن القمر ما زالت محبوسة ولا يعرف أحد أين أراضيها ولا أين هي. ولكنني قمر. اسمع اسمع، إنها تقول إنها قمر. قمر؟ دعيني أنظر إليك. قمر. إنها قمر. نعم قمر. هذا ما قالته لنا قمر، فقد أبلغتنا بالحكاية كلها. قالت إنك قررت وبمحض إرادتك أن تطلق سراحها وتتركها تعود إلى أهلها دون أن يغصبك أحد. والآن أريد منك الصدق، هل قبض عليك سهيل وسحويل؟ الصدق يا أمير البر، أنني اشتقت لقمر، فهي التي حولتني من قرصان سارق قاطع للطريق إلى رجل، إلى إنسان شريف. فقمر بنية طيبة القلب، وكلها إلفة ومودة، وكل من يعرفها يحترمها ويقدرها. ولقد فكرت في أمري بعد أن أطلقت سراحها، فقررت أن أسلم نفسي حتى أنال عفوك وصفحك عني. فلربما عينتني خادما لها أو حارسا يحرسها من الأشرار والشريرين. لهذا الحد؟ نعم يا سيدي، ولقد أخبرتني قمر عن حبها لابن عمها فواز وأنها مخطوبة له، فأردت أن أتفرج على عرسهما ولو من طاقة السجن. هذا نبل منك وإخلاص، وإنها لشجاعة منك أن تأتي إلى هنا بنفسك وتعترف بذنبك أيها القرصان. أما عما اقترفته من ذنب فأنا آسف كل الأسف ونادم كل الندم. إنني أصدق، ما دمت قد تأسفت وندمت على غلطتك فيجب علينا أن نعطيك الفرصة لكي تثبت حسن نواياك. أنا مستعد لأي خدمة أكفر بها عما اقترفته من ذنب بحق سيدتي قمر. ما دمت قد تركت طريق الشيطان وعدت إلى طريق الخير فإنني أعفو عنك يا قرصة. أشكر لك كرمك وعفوك يا سيدي، وأطلب من الله أن يقدرني على عمل شيء وعبر به عن امتناني وتقديري لعفوك وكرمك. هناك عمل واحد تستطيع عمله وأكون لك من الشاكرين. لبيك يا سيدي لبيك، فالقرصان بين يديك. أين أنا؟ أنت هنا، ولكن المهم أين أنا؟ أنتما هنا في قصر والدي.
قمر! حمدا لله على سلامتك يا سيدتي. لقد قلقنا عليك طوال مدة غيبتك عنا. لا بأس، أنا بخير. لك عندنا خبر سيسرك. ما هو؟ لقد قبضنا على القرصان. ماذا قلتما؟ القرصان؟ نعم نعم نعم، وهو الآن بين يدي أبيك. ونحن ننتظر أن يعيننا أميرين للشرطة. أنا أمير شرطة البر وأن أمير شرطة البحر. لا، أنا أمير شرطة البر وأنت أمير شرطة البحر. لا، أنا أخاف من البحر وأنا أخاف من البر. هذا ليس ذنبي. ولا ذنبي أنا. اسمع، نترك الأمر لقمر لكي تقرر. حسنا. اسمع يا أريد منك يا قرصان أن سيدتي قمر. قرصان، جئت أطلب عفو سيدي. أرجوك يا والدي، عفو عن. لقد عفوت عنه يا ابنتي، وها هو الآن مستعد للقيام بمهمة يكفر بها عن ذنوبه التي اقترفها. أنا مستعد لأية خدمة يا سيدتي. أريد منك يا قرصان أن تقبض على شيطون حتى نتخلص من الشر وإلى الأبد. لا نريد للشر أن يعيش في بلاد البر والبحر. أترك شيطون لي يا سيدي، فأنا أعرف أساليبه وألعيبه، وأعرف كيف أحضره إليك مكبلا إلى هنا. جاءك من يعرفك يا شيطون. اسمع يا قرصان، قررت أنا وأخي منذ الآن أن نقيم الأفراح والليالي الملاح بمناسبة زفاف قمر إلى عريسها فواز. وأين هو فواز الآن؟ ذهب يبحث عنك يا ابنتي. مسكين، لا يعرف أنك عدت بعد. سنرسل من يبلغه أنك هنا يا ابنتي. هنا يا سيدي، سأحضر إليك شيطون مكبلا إلى هنا. إذا أحضرت شيطون سأعينك أميرا لشرطة البر والبحر. العفو يا سيدي، العفو. يكفيني أن أرى فواز وقمر عروسين، حينئذ سأرقص في فرحهما وسأحضر كل قراصنة البحار ليرقصوا ويغنوا، وسأزين المراكب والسفن بالدناديش والخشاخيش، وأطعم الأطفال الصغار الحلوى والقراقيش. والآن يا سيدي اسمحوا لي كي أحضر شيطون إلى هنا قبل أن يضيع علي الفرح. صاحبتك السلامة يا قرصان. سلمك الله يا سيدتي قمر، بإذنكما. سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. إلى أين أنت ذاهب؟ لأقبض على شيطون. امسكه يا سهيل، امسكه، إنه يريد الهرب. لقد كلفني أمير البر بالقبض علي. كيف ولماذا وحتى؟ أين ومن أين ومتى؟ هل تفهم شيئاً؟ لا، ولا أنا. سهيل، سحوي، والدي يريدكما. حسنا. أهلا بسهيل وسحويل. تقولان إنكما قبضتما علي. نعم، ولكننا لم نكن نعرف بأنكما ستدعاني يهرب هكذا. إنه لم يهرب، بل كلفته بمهمة القبض على شيطون. طارت وظيفة أمير شرطة البر، طارت وظيفة أمير شرطة البحر.
لي قرصان. عزيزي شيطون صديقي الوحيد، لقد افتقدتك وبحثت عنك في كل مكان. لقد اشتقت لرؤيتك يا شيطون. ها، ما هي أخبارك؟ وأين ذهبت بعد أن هربت أنا من المغارة؟ اسكت اسكت، ألم تدري بما حصل معي؟ ماذا؟ هل قبضوا عليك؟ نعم، وخطفوا قمر مني. ها؟ خطفوا قمر؟ نعم، أمسكوا بي وأخذوني معهم. ها؟ إلى أين أخذوك؟ أخذوني إلى بلاد البر، ضربوني وعذبوني وحبسوني. يا مسكين. لكنني لم أخف منهم، وحين ضربهم إياي سمعت أمير البر يصرخ ويصيح: سأعلن الحرب على أخي أمير البحر. ها؟ ماذا؟ هل تخاصما من جديد؟ نعم، ألم تسمع بذلك؟ لا، أخبرني أخبرني. إيه، لقد قامت الفتنة من جديد بين أمير البر وأمير البحر. ها؟ وما سبب هذه الفتنة؟ أنا. ها؟ أنت؟ عهدي بك لا تحب إشعال الفتن، بل أعرف أنك لص تحب الذهب. لقد تعلمت منك يا شيطون. تلميذي النجيب أنت. ها؟ وبعد؟ سمعت أمير البر يصرخ ويصيح: سأنتقم من أخي أمير البحر. ولكن كيف؟ كيف؟ وسألني: كيف يا قرصان؟ فقلت له: هناك طريقة واحدة فقط. قال: ما هي؟ قلت: ليس لك إلا شيطون. أنا؟ اسمع اسمع، قلت له: شيطون كان يعمل نائبا عند أخيك أمير البحر، لكن أخاك ظلمه وضربه، وهو الآن حاقد عليه، وهو ذكي وبارع في رسم الخطط والمكائد، وهو يستطيع أن يرسم لك خططا جهنمية أفضل من خطط أمثال رجالك سهيل وسحوي. هذان الأبلهان؟ فقال أمير البر والشرر يتطاير من عينيه: لو حضر عندي شيطون فسأعينه قائدا لعسكري، وأجعله الآمر الناهي ليعلن الحرب على أخي أمير البحر وليهزمه هزيمة شنعاء. الدمار، الخراب، الفتنة، النار. ها، أكمل يا صديقي الحميم، أكمل. أتدري يا شيطون؟ قد كان أمير البر حكم علي بالموت، وحين سمع ما قلته له أفرج عني. ها؟ ماذا قلت له؟ قل لي قل لي. قلت له: أنا سآتي بشيطون لتعينه قائدا لعساكرك. عوفيت عوفيت. لأنك صديقي لن تندم، فسأكافئك أحسن مكافأة. أكمل أكمل. ثم عفى عني وأمر بإخلاء سبيلي شريطة أن أحضرك لتعمل عنده قائدا لعساكره ولتقود الحملة ضد أخيه أمير البحر. يا لسعادتي، يا لفرحتي بهذا النبع العظيم. سأجهز نفسي للقدوم معك يا قرصان يا حبيبي. لقد وقع شيطون في الفخ وصدق قصتي. الآن سأخذه معي وأسلمه لأمير البر تسليما اليد لليد. حبيبي قرصان.